اقترب الإطار الزمني المتفق عليه لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في ليبيا من مراحلها النهائية، بينما يكتنف الغموض مصير الأسس الدستورية والقوانين الضرورية لهذا الاستحقاق والذي يفترض إقرارها بحلول 16 من سبتمبر المقبل. وعلى الرغم من التزام كافة الأطراف في مايو بإجراء انتخابات في ديسمبر، إلا أن الخطوة تواجه بالفعل عديد العقبات، بينها غياب الإطار القانوني والخطوات العملية بشأن التنظيم والإدارة، بالإضافة عن فشل مجلس النواب حتى الآن في عقد جلسة مكتملة النصاب لإقرار تلك الأطر التي تجرى على أساسها الانتخابات، فضلا عن انقسام الموقف الدولي إزائها يزيد غموضها. ويرى خبراء في الشأن السياسي الليبي أن التوصل إلى حد أدنى من الإجماع على دستور جديد سيوحد الأغلبية الساحقة من الليبيين على شرعية سياسية واحدة، ويحل محل كل الشرعيات الفرعية التي تشكل الصراع المستمر في البلاد.